بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس المنتقى ومع شرح أحاديث الصيام. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا نتواصل مع هذه الأبواب في كتاب المنتقى، ونبدأ بكتاب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. رواه أبو داود. وعن عائشة قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناسبة ذكر باب الاعتكاف مع أبواب الصيام لما جاء في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف من رمضان، فالاعتكاف جائز في كل وقت، ولكن في رمضان يكون أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لطاعة الله تعالى بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك من أنواع العبادة، ليتفرغ بذلك من أعمال الدنيا ويتوجه إلى أعمال الآخرة في أيام الاعتكاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والاعتكاف عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، وفيه فضل عظيم وثواب جزيل لمن وفقه الله سبحانه، وهو سنة نبوية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها مهما استطاع ذلك. وهذه الأحاديث فيها وصف اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز للمعتكف أن يفعله
عرفنا أن الاعتكاف هو البقاء في المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى وتفرغا لعبادته، فيمضي وقته ليله ونهاره كله في المسجد، ويجوز له الخروج، يجوز له الخروج لما لا بد له منه من قضاء حاجته أو إحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضر له ذلك، وأيضا يخرج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة وإنما تقام فيه صلاة الجماعة فقط، يخرج ويصلي الجمعة مع المسلمين ثم يعود إلى معتكفه. وكذلك المعتكف منهي عن الجماع، قال الله جل وعلا ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهى سبحانه وتعالى عن قربان الزوجات في حالة الاعتكاف. والحاصل أن الاعتكاف عبادة عظيمة. كذلك لا مانع أن زوجة المعتكف تزوره، كما كانت بعض أمهات المؤمنين يزورن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه ويتحادثن معه. وكذلك لا مانع أن المعتكف يخرج بعض جسده من المسجد للحاجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد لعائشة في حجرتها لأنها كانت مجاورة للمسجد فترجله عليه الصلاة والسلام وتصلح شعره، وذلك لا يعتبر خروجا من المعتكف من المسجد وإنما هو خروج لبعض بدنه. على المعتكف أن يخلص النية لله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان ابتغاء لليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر طلبا لليلة القدر وما فيها من الفضل العظيم. واستمر صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يعطينا أهمية الاعتكاف وأنه سنة نبوية ينبغي المداومة عليها لأجل ما فيها من المنافع الخيرية للمسلم وفيها من زيادة الخير. وأما قوله لا اعتكاف إلا بصوم فهذا ليس من باب الشرط وإنما هو من باب الأفضل، وإلا فلو اعتكف وهو غير صائم لصح ذلك منه، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، مع أن الليل ليس فيه صيام، فدل على أن الصيام ليس من شروط الاعتكاف، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بصوم أن هذا من باب الأفضلية. أما قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يراد بالجامع ما تقام فيه صلاة الجماعة لئلا يحتاج إلى الخروج لكل فريضة من الصلوات الخمس، يتكرر خروجه في اليوم والليلة وهو معتكف، وذلك يقلل من مدة اعتكافه. فإذا كان هناك مسجد مهجور لا يصلى فيه لأنه استغني عنه فلا يعتكف فيه، لأنه إما أن
يترك الجماعة وهذا ترك لواجب، وإما أن يخرج ويتكرر خروجه للصلوات الخمس. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على هذا الشرح القيم لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. وقد دخلنا إلى باب الاعتكاف، بقي جملة من الأسئلة في كتاب الاعتكاف نرجئها إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.